كنا ولا معنا شيء ذبحه ولا معنا حاجة بعد الفحم السود نشل بمصرفات العيال. امرأة مصرفة مطلقة ومعي برضو أم معاق في البيت، يعني حالتنا الاجتماعية كانت صعبة جدا. هذا المشروع خدم في هذه المديرية حوالي أكثر من 500 أسرة في جانب المياه، وهذه هذا المشروع هو فعلا يستخدم في هذه المناطق للشرب وللطبيخ للغسيل لشرب المواشي والقراش بشكل عام. يعني راحة بطمئنان، يجي ينزل الواحد بساعته بالليل وأول بساعته ما فيش أي أسر، من أحسن شيء. ظلت هذه المنطقة تعاني من أمس أبسط مقومات الحياة اللي هي المياه والصحة والتعليم والكهرباء، وتفتكر إلى أبسط مقومات الحياة. معاناة الأهالي وإذا أخص النساء أنهم يقومون من الصباح الباكر حوالي الساعة 4 إلى قرب الظهر وهي فوق البير. أكبر معاناة عانتها المرأة تكبدت نقل عملية نقل الماء، توفير الماء. جفاف المياه في هذه البلاد أدت إلى ترحالنا لمناطق بعيدة، تقريبا كانت المنطقة 1 كيلومتر. ننقلك من أماكن لأماكن بس لمياه الشرب فقط، يعني عشان نوفر ماء الشرب صالح للاستخدام. الآبار اللي هنا كانت مالحة، ملوحتها ما نقدرش نشربها. احنا الان نعاني من امراض متفشيه عندنا مثل الاسهالات، انتشرت بكثره نتيجه الانقطاع التيار الكهربائي، المياه غير صحيحه اللي يتعامل معها المواطنين، تمام. انتشرت عندنا الحميات، نحن بحاجه للجانب العلاجي، الادويه. نعاني من الادويه ونعاني من الاخصائيين، ما فيش عندنا اي اخصائي بالمديريه. سوء التغذيه بدات المؤشرات ترتفع عندنا، إن كان في الأم الحامل أو في المرضعات أو في الأطفال أقل من 5 سنين. حظينا من قبل المواطنين أن هناك في أقبال وجدنا أمراض الجهاز النفسي العلوي والسفلي، واستفاد المستفيدين والمواطنين من هذه الخدمة لكونهم يطالبون باستمرار هذه العيادة المتنقلة في المنطقة. كنا أول نسود فحم، وبعد عن ما جت المنظمة هذا المنظمة العالمية كير العالمية قامت تسهل للناس رواتب أمكان محددة في شهر محدد، وبنى منها بيوت لأن كان البيوت حقنا قشش على طراويل كذا وضباع. نريد منهم الاستمرار لكي تعمل ابتسامة لكافة أفراد المجتمع. حقيقة أقول كل المشاريع التي أدخلت إلينا كانت مشاريع ذات أهمية كبيرة.